داخل الواحد لنصل إلى هذه المرحلة الإعانة الإسلامية جهته والانتصار عليه. بارك الله فيك. نشكر الدكتور رابح من سلفخ على هذه الصحة وزعت على مصالح الإنعاش في مستشفياتنا. هذا المطمئن أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل الجمعيات وعلى رأسهم جمعية العلماء المسلمين الجزائريين على هذه الهبة التضامنية والمتمثلة في معدات ومستلزمات طبية عديدة. كما أشكر كل فرد من أفراد المجتمع المدني الذي ساهم من قريب أو من بعيد في التعاون والوقوف بجانب المنظومة الصحية الوطنية خلال هذه الأزمة الصحية العالمية. إذن هذه الجمعيات استطاعت بفضل الوطنية التي تتميز بها والأمانة التي تتجلى بها والخلق الذي تميزت به أن تكسب ثقة المحسنين من أبنائنا المغتربين، فقدموا لوطنهم هذه الهدية الطبية الثمينة.